السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة في تقنيات البيو جي في الوينج تشون. تمام، النهاردة ان شاء الله هناخد تقنية اسمها نان وون. تمام، التقنية دي طبعا اللي هي بعد اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت، يعني الحلقة اللي فاتت لما كنا بنفرد دينا كده، دي بقى طبعا اللي هو بالشكل ده، في علوي وسفلي وفي جانبي يمين وشمال بالشكل ده كده. تمام، الاثنين نان وون، بس دي اللي هي العلوية والسفلية، ودي الجانبي شمال ويمين، يعني على الجوانب وفي العلوي والسفلي. النهارده ان شاء الله هناخد الجزء الاول منها اللي هو الجانبي، اللي هو فيه الجنب الشمال واليمين، بحيث ان احنا ازاي نعرف نستخدمها، ناخد اكتر من استخدام ليها. طبعا دي مش كل الاستخدامات، ليها استخدامات تانية كتير، بس احنا قلنا مش هناخد كله طبعا مع بعض. تمام، هنستخدم نان وون تمام بالشكل ده كده. التقنيه دي مهمه جدا. هنستخدم الجانبي اللي هي منها يمين وشمال. تمام، اول حاجه هنستخدمها الاول كديفنس، ان احنا ندافع. واقفين بالشكل ده كده، تمام، اهو ايدك هنا الاول، خش بالبطيء كده، هنقرب شويه اهو. دلوقتي انت لو داخل لكمه، تمام، خش اهو. تمام، هو داخل لكمه كده، او العبها لكمه عاديه بالشكل ده، اللي هي اللكمه اللي بالشكل ده كده. تمام، اهو هو داخل لكمه بالشكل ده كده. فانت هنا اثناء ما بتاديها في الفورم، بتاديها ازاي؟ جنب وجنب، مش مهم تبدا بنهي جنب فيهم. تمام، بس احنا هنا هنبدا زي ما كنا بنبدا في الفورم بالشكل ده كده، اهو الجنب للداخل وللخارج. طبعا انت هنا ما تشغلش بالك بتبدا بنهي جنب، لكن انت هنا محتاج، طالما بتصد الايد دي وانت ايدك هتخش لجوه، يبقى محتاج تصد للداخل بالشكل ده كده. تاني، واحد، تمام، بالشكل ده كده بالبطيء، واحد، العب الثانيه، اثنين. دي حاجه، يبقى انت هنا استعملت الحركه بتاعه نان وون، ان انت تستعملها في دفاع، بحيث ان انت ممكن بايد واحده تصد اكتر من لكمه. تاني، واحد، اثنين، تاني، واحد، اثنين، اهو. لاحظ ان احنا مش بنمسك الايد، مش بنعملها لوب ساو، يعني بص، يعني احنا مش بنعمل كده ولا بنعمل كده، لا، احنا هنا بنصد بالجزئيه دي من عند المفصل بتاع الرزغ بالشكل ده كده البطيء، اهو من هنا كده من الجزئيه دي، كانك بتعمل التقنيات بتاعه الداني تشي ساو بالشكل ده كده، بس انت هنا ثبت ايدك، انت هنا بتصد كده، العب الثانيه بالبطيء اهو، دي جت كده، يعني انت تاني مجرد ما صديت من هنا، العب الثانيه، صديت كده اهو، يبقى انت بتخش من الجزئيه بتاعه مفصل الرزغ. تمام، نيجي من الزاويه دي، تعالى اهو بالشكل ده كده، اقف، العب بالبطيء، قرب شويه اهو، واقف بالشكل ده كده. تمام، تاني، اثبت كده ايدك من الداخل، انت بتهاجم من المركز. تمام، واقف بالشكل، هاجم، واحد، اثنين، تاني، واحد، اثنين، واحد، اثنين. يبقى بالشكل ده كده بتصد بايد واحده، بحيث ان انت لو بتتمرن ممكن في البيت مثلا، ايه، ان انت ممكن تتمرنها لوحدك بالشكل ده كده، وممكن مثلا لو هو بيهاجم، واحد، اثنين، واحد، اثنين، هو يزود في السرعه وانت تحاول تسرع، وبتصد بايد واحده، لان ممكن ايدك الثانيه تكون، يعني ممكن تكون مثلا متصاب فيها، او في ظروف طوارئ او كده، تقدر تعمل بايد واحده. تمام، دي حاجه. طيب احنا استخدمنا ان احنا نصد بس، طبعا نعمل ايه تاني؟ في حاجات تانية نعملها دلوقتي ان شاء الله. تمام، بالشكل ده كده برضو ان احنا ممكن نستخدمها بالبطيء، العب اهو، ايده جت بالشكل ده كده، فانت هنا صديت. تمام، هنا انت ممكن استخدمت زاويه منها للصد، وتمسك باليد الثانيه وتخش الزاويه الثانيه في الحنجره. تمام، زي ما كنا بناخد في الفورمات القديمه بالشكل ده كده. تاني اهو، واحد، اثنين، بالشكل ده، يعني صديت، العب، صديت بالشكل ده كده اهو، جبت الزاويه من هنا خرجتها بره، والايد الثانيه هتخش، ودي هتخش شبه الفاكس او لما كنا بناخدها، لكن هنا بالزاويه بتاعه الايد. تمام، بتاعه الون، التان وون. تمام، تاني بالشكل ده كده اهو، واحد، اثنين اهو، تاني، واحد، اثنين. مجرد ما انت بتصد من هنا، دي بتطلع على طول، لازم يكون رده فعلك سريعه، لان انت لو فكرت تعمل كده ولسه هتفكر، ممكن يطلع بالثانيه، ممكن يطلع باي حاجه، فانت هنا تكون ايدك مستعده في اكتر الحالات. تمام، طبعا في استخدامات تانية كتير، لكن احنا قلنا ان كل مستوى او كل فورم ليه تقنيات اساسيه، فاحنا كده خدنا اللي هي الجانبي اليمين والشمال. وفي برده حاجه تانية هنستخدمها معاها ان شاء الله دلوقتي. دلوقتي برده لو هو لعب لكمه، ادي واحد، العب، اثنين، من هنا انت صديت اهو بالزاويتين، هنا انت ممكن دي تنزل بالشكل ده كده وتخش تضرب، يعني هنا انت طولت التقنيه ازاي. تاني، واحد، اثنين، وبالشكل ده كده نزلت الايد دي ودخلت، هاجمت هنا مثلا في الفك، منطقه الدقن، ممكن تخش تهاجم تاني بضربه في الحنجره، ممكن تخش تهاجم بظهر القبضه. يبقى اخر مره اهو، تاني، اثبت، دلوقتي انت واقف بالشكل ده كده، العب، واحد بالبطيء، اثنين اهو، انت كده خلصت الاثنين. هنا احنا قلنا ممكن تنزل وتقوم داخل ضارب بالشكل ده كده، وقلنا ان انت ممكن تستخدمها بس في الصد، ادي واحد، اثنين، وتقوم داخل بالشكل ده كده بالايد الثانيه، وممكن في المره الاولانيه من هنا، واحد، تقوم داخل على طول ضارب في الحنجره. يبقى انت كده خدت اكتر من استخدام واكتر من طريقه في استخدام التقنيه بتاعه النهارده. تمام،
ويا رب تكونوا استفدتوا بكده انتهت حلقه النهارده. تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.